تسهيلا للمستفيدين قمنا بتطوير بعض التطبيقات الإلكترونية والخدمات الافتراضية. فبعد جائحة كورونا كنا أول المستفيدين من الخدمات الوزارية في توصيل الأدوية. بدأنا بالاستفادة من الخدمة لتقديم توصيل الأدوية للمستفيدين داخل وخارج مدينة جدة، 48 ساعة داخل مدينة جدة و96 ساعة خارج مدينة جدة. بعدها بدأنا في تطوير الخدمة بإضافة تطبيق دوائيا يغطي خدماته 36 مدينة من مدن المملكة. سهلت هذه الخدمة للمستفيدين من كل مناطق. بدأنا في إنشاء خدمة جديدة وهي خدمة وصفتي كثاني مستشفى على مستوى المملكة في الخدمة، والأول على مدينة جدة. الآن نستعرض إحصائية عدد الطلبات الواردة لتطبيق الدوائي، والتي بلغت مدن المملكة 36 مدينة، غطت شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة وسطها، وزي ما هو ظاهر الدمام من ناحية الشرق والغرب إلى مدينة جدة، شمال تبوك والجنوب إلى مدينة جيزان، خدمات مستفيدين خلال عمل تطبيق دوائي. وستكون في الأيام القادمة بإذن الله مشاريع وبرامج سترى النور قريبا بإذن الرحمن، وهي عيادة رقمية افتراضية فيها توأمة بين الصيدلي والطبيب لتقديم الخدمة للمريض عن بعد، افتراضيا عن بعد. فتكون كالتالي: في حال توفر الدواء سيتم صرفه مباشرة للمريض عبر الصيدلية، طبعا بعد طلبه عن طريق التطبيق، وإيصاله للمريض عن طريق البريد السعودي. في حال عدم توفر الدواء سيتم وصفه من قبل الطبيب على نظام وصفتي، وستصل وصفة رسالة للمريض، ويستلم الدواء مجانا من أقرب صيدلية مجتمعية قريبة لمنزله. وإذا كان الدواء خارج نظام وصفتي سيقوم الطبيب بالتواصل مع المريض في هذه العيادة ووصف البديل، ومن ثم يقوم الصيدلي بصرف هذه الأدوية الموصوفة وصرفها، ثم ترسل عن طريق البريد السعودي إلى منزل المريض. وفي حال عدم استطاعة المرضى استخدام التطبيقات فلدينا قاعدة بيانات تمكننا من التواصل معهم وتقديم الخدمة. وإن شاء الله سيكون أيضا هناك مبادرات تطوعية لخدمة المرضى عن طريق وجودهم بتعليمهم على كيفية استخدام التطبيق وإنشاء حسابات. لمسنا هذا أثر هذه البرامج والتطبيقات من الزملاء والإدارة والأطباء والعاملين بالمردود الإيجابي للمرضى اللي انعكس على الخدمة المقدمة ورضا المستفيدين من تقديم هذه الخدمة. وإن شاء الله سنواصل العمل لتحسين وزيادة رفع الخدمة المقدمة للمرضى لننال ما اؤتمننا عليه ورضا رؤسائنا وقادتنا ورضا المستفيدين. شكرا لكم جميعا، وشكرا للقائمين على البرامج والعاملين عليها في الصيدلية والزملاء الأطباء ودعم الإدارة والمشاركين جميعا. شكرا لكم.